أخ رئيس مجلس الوطني، أخوات الإخوة أعضاء لجنة التنفيذية، أخواتي إخواني أعضاء مجلس الوطني، يسعدني أن نجتمع اليوم في إطار دورة أخرى للمجلس الوطني، وهي الدورة الرابعة العادية بعد المؤتمر العام 17 الذي شكل محطة فارقة بالنسبة لحزبنا في توطيد أركان البيت الاستقلالي واستعادة الفعل النضالي المبني على المبادئ والقيم الاستقلالية الخالصة وترسيخ الحكامة الديمقراطية وروح التوافق البناء في التدبير التنظيمي والامتدادي لهياكل حزبنا العتيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون اليوم لنا الدورة العادية للمجلس الوطني اللي هو برلمان الحزب. هذا المجلس سيقوم بتقييم الدخول السياسي في بلادنا، وأقل ما يمكن قوله وهو أن هذا الدخول فهو فيه العديد من المؤشرات التي لا تبعث إلى الأمل في المستقبل، نتيجة كون أن التعديل الحكومي لم يكن في المستوى انتظارات، ثانيا أن البرنامج الحكومي لم يتم تغييره لكي يتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين ولمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا، ثالثا لكون أنه لم يتم كذلك تقديم في إطار مشروع قانون المالية تدابير الثقة التي من شأنها أن تبعث الأمل في المستقبل، خصوصا في صفوف الشباب ونساء هذا الوطن. وبالتالي فاعتبرنا وندعو الحكومة إلى أولا مراجعة برنامجها الحكومي بتحديد الأولويات، خصوصا أن العديد من البرامج القطاعية استنفدت وقتها. ثانيا وهو الأهم، وهو أن تفتح الحكومة ورش مهم من أجل تعزيز الثقة، ألا وهو ورش ترسيخ الديمقراطية في بلادنا. نحن نعيش مرحلة دقيقة، وهذه المرحلة تتطلب أن يكون هنالك نقاش قوي حول أولا الترسانة القانونية بخصوص الانتخابات المقبلة، خصوصا أن لأول مرة ستكون لنا انتخابات تشريعية وجماعية وجهوية نفس السنة. ثانيا كذلك لكي تقدم كل الضمانات من أجل أن يكون هذا الاستحقاق استحقاق اللي هو نزيه، واستحقاق الذي يتم كذلك تقديم الضمانات بخصوص حرية الاختيار وحرية الترشيح. وشكرا. المرحلة التي تشهد فيها بلادنا تحولات هامة في أعقاب تعديل الحكومي والتوجه لإعداد القانون المالي الحالي ومناقشته أمام البرلمان، والعديد من الخطوات الأساسية التي يتعين على الحكومة أن تقوم بها ستكون مناسبة طرحها في عرض الأخ الأمين العام الذي سيكون شاملا وملما بهذه القضايا الوطنية والدولية والتنظيمية. شكرا.